تفضل. العفو. هاي شغلة المعد، شغلة الإدارة، شغلة المخرج. هذا الأب السيد حميد كريم الجابري، الله أبي يرحمه. الله يرحمه ويرحم والديكم. علمني كيف أكون رجلا محترما، كيف أكون رجلا عراقيا وطنيا، كان يحب العلاقة بيني. استريح، أنا عندي لك، استرسل بالكلام وبينه. أنا عندي لك شغلة. إلى رحمة الله. بس لا تسوي لي سالفة. لا ما في سوالف إن شاء الله، ما في لك الخير إن شاء الله، ما أقول لك الخير. تفضل اقعد، استريح. وين أخذتك؟ هذه العباءة غطت أحلامنا كثير، وغطت سبانا أكثر، وجعلت من بيت السيد حميد كريم بيت يشهد له بالوعي والموهبة المعلومة والذكاء الخارق. وهذه العباءة عباءة السيد نور، السيد حميد كريم وأخوه السيد نور. هذه العباءة ما ورثتها أنا منه، لذلك قال أو قالوا لي بعده هذا ورثك من أبيك. الله، تخيل هذه العباءة. وكنت أتذكر عمي السيد نور لأنه كان يحب هذه العباءة وأبي يلبسها. أخوه كان يقول له أنها جميلة جدا، ووالدي يقول له تقبل، ويقول له لا، على كتافك حلوة يا أبو عبد الرضا. الله، فهذه عزيزة، وأنتم اخترقتم، وأنت هم عزيز علينا وتعز علينا هالدمعات الحلوة يا حبيبي، ترويحة حلال. وهذه الدمعات تنم على حب صادق وحنين صادق، والذكرى اللي تكلمنا فيها بداية اللقاء، ذكرى التلفزيون بس شافها الوالد. أنا عن نفسي من شفت العباءة تذكرت هاي المشهد. أنا والله يعني مش مسرور ولا فرحان ولا ممتن. أنا تعامل، طبعاً هاي أول برنامج تعامل مع مفردات تخصني جداً ولها أثر في حياتي. إحنا حاولنا نوصل لهذا الأثر. للأمانة أنا شخصياً عن نفسي حبيت أوصل لغانم الإنسان أكثر من غانم الفنان. أنا أشكرك وأشكر مشاعرك وأشكر مشاعر الجميع. يعني أنت اليوم ماكو من حلى الحلى، بس الله يحفظك. الحلوات مرات يأذن لغلاتهم، يعني إن شاء الله ماكو أذى. إن شاء الله ماكو أذى. أشكرك، شكراً جزيلاً. الشكر موصول إليك. السنة تفضل.